السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة شباب أكمل بس الجزء المتبقي من تشابتر سيرمو كيمستري. احنا يعني اتكلمنا المرة اللي فاتت بالتفصيل على الفيرست لو اوف ثيرمودينامكس، واتكلمنا يعني ايه ستيت فانكشنز، وذكرنا ان يعني معظم الانرجي ايتمز زي الدلتا اي تشينج في الانترنال انرجي، التشينج في الانثالبي، كل دوت بنعتبره ان هو ستيت فانكشن، يعني باث اندبندنت فانكشن او باث اندبندنت بروبرتيز. فزي مثلا التمبريتشر مثلا ديت برضو تعتبر ستيت فانكشن بالنسبه لي. الجزء المتبقي متعلق بهيسلو. هيسلو بيقول لي ايه؟ بيقول لي اون جوينج فروم ا بارتيكولار سيت اوف رياكتانتس تو ا بارتيكولار سيت اوف برودكتس ذا تشينج ان انثالبي از ذا سيم ويذر ذا رياكشن takes place in one step or in a series of steps. ده معناه ايه؟ عندي رياكشن مثلا على سبيل المثال زي اللي قدامي دوت كده، النيتروجين بيتفاعل مع الاكسجين بيديني النيتروجين دايوكسيد دوت، الدلتا اتش بتاعت التفاعل دوت غير معلومه عايزين نعرفها. طيب لو انا عندي معلومات عن الاندفيدوال ستيبس اللي موجوده جوه الرياكشن دوت، يعني الرياكشن ده المفروض ان ليه رياكشن ميكانيزم بيديني ستيبس معينه، لو انت عرفت الدلتا اتش بتاعت الستيبس اللي هي انفولفد ديت، زي مثلا على سبيل المثال لو انا عندي تيبلز وقال لي في التيبل ان النيتروجين لما يتفاعل مع الاكسجين 1 مول من النيتروجين مع 1 مول من الاكسجين زي ما احنا شايفين كده، 1 مول من النيتروجين مع 1 مول من الاكسجين بيديني 2 ان او، يعني دوت يعتبر بالنسبه لي انترميديت اللي هو النيتريك اوكسيد دوت، كويس؟ وانا عارف الدلتا اتش بتاعته، فالدلتا اتش هنا بتساوي ايه؟ بتساوي 180 كيلو جول. واداني كمان خطوه ثانيه ان الان او دوت لو خدت منه 2 مولز مع 1 مول من الاكسجين هيديني 2 ان او 2، واداني الدلتا اتش بتاعت التفاعل دوت. الاحظ ايه هنا؟ الاحظ ان الخطوات ديت هي الخطوات المكونه للتفاعل اللي فوق. لو انت جمعت التفاعلين اللي موجودين قدامي دولت كده هيطلع ايه؟ هيطلع التفاعل اللي موجود فوق، ادي النيتروجين بينزل زي ما هو، وادي الاكسجين في 1 مول هنا وفي 1 مول هنا، ينزلوا 2 مولز، الاثنين ان او اللي هي موجوده في الرياكتنتس هنا هتروح مع الاثنين ان او في البرودكتس، والاثنين ان او 2 ديت هتنزل زي ما هي. اذا انت عملت كده وجمعت التو ايكويشنز دولت على بعض بالشكل ده، تستطيع ان انت تجمع التو دلتا اتشز اللي موجودين هنا دولت، ها، ويبقى دولت هم الدلتا اتش بتاعت التفاعل دوت، كويس؟ يبقى دلتا اتش 1 اللي هو بيدور عليها ديت بتساوي ايه؟ بتساوي دلتا اتش 2 زائد دلتا اتش 3، لو جمعتهم الاثنين هيطلع 68 كيلو جول، يعني التفاعل دوت اندوثيرميك. يبقى ببساطه شديده جدا هيسلو بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو انت رايح من جيفن رياكتنتس الى جيفن برودكتس، مش ما تفرقش بالنسبه له ان التفاعل دوت يتم في وان ستيب او في سيفرال ستيبس، ها؟ في النهايه الدلتا اتش بتاعت التفاعل هي ثابته، لان التشينج في الانثالبي دوت زي ما قلنا ستيت فانكشن. طبعا بيستخدم الكلام دوت ايه؟ عشان يعرف الدلتا اتش لرياكشنز مش معروفه بالنسبه لها، لكن الخطوات اللي هي الضمنيه اللي في التفاعل ديت معلومه بالنسبه لها. طيب ايه هي الفاكتورز اللي ممكن تاثر على التشينج في الانثالبي لجيفن رياكشن؟ اول حاجه الكوانتيتي اوف رياكتنتس اند برودكتس. احنا قلنا ان التشينج في الانثالبي دوت انتنسيف ولا اكستنسيف بروبرتي يا شباب؟ اكستنسيف، يعتمد على الاماونتس اللي موجوده. لو انت عايز تعمل مثلا فابورايزيشن ل 1 مول مثلا من ال 1 لتر مثلا من الليكويد ووتر مثلا، كويس؟ قلنا ان انت بتحتاج انرجي، ها، اقل من لو انت حبيت تعمل فابورايزيشن ل 3 لترز مثلا، كويس؟ فدوت يعتمد على الماس، بما ان الدلتا اتش دي تعتبر اكستنسيف ايه؟ اكستنسيف بروبرتي. كمان تعتمد على الفيزيكال ستيتس، يعني مش بس الماس، لا كمان السي بتاعها موجوده في الجاز، موجوده في الليكويد، كل دوت يفرق معايا. وادي مثال يوضح ليك الكلام دوت، بيقول لي ايه التفاعل السبليتنج بتاع الووتر فيبر، ووتر فيبر يعني في جيز ستيت، ها،
الى هيدروجين جاز واكسجين، الدلتا اتش بتاعته بتساوي 241.8 كيلو جول. لكن لو انت حبيت تعمل الكونفرجنس ديت من الليكويد الى الهيدروجين جاز والاكسجين، الدلتا اتش هتبقى ايه؟ هتبقى 250. طبعا نظرا لان انت محتاج ان في اكسترا انرجي محتاج عشان تحول الليكويد ووتر دوت الى ايه؟ الى الفيبر قبل ما يحصل ايه؟ بيحصل سبليتنج، فبالتالي الدلتا اتش بتاعها هتبقى اكبر. يعني انا لو جبت لك مثلا على سبيل المثال مساله، مثلا حطيت لك تو ايكويشنز دولت من غير الفاليوز ديت، وقلت لك تتوقع مين اللي ليه دلتا اتش اعلى؟ ها الرياكشن الاولاني ولا الثاني؟ طبعا الرياكشن الثاني ليه دلتا اتش ايه؟ دلتا اتش اعلى، لانه محتاج انه يتحول فيرست من الايه؟ من ليكويد ستيت الى جيسس ستيت قبل ما يحصل ايه؟ سبليتنج. طيب لو انا جيت قلت لك الكونفرجن من الليكويد للجاز دوت، ده فيزيكال ترانسفورميشن ولا كيميكال ترانسفورميشن؟ لا ده فيزيكال ترانسفورميشن، لان الميه ستيل از ذا سيم، لكن بعد كده هيحصل ايه؟ هيحصل سبليتنج، يعني هيحصل ايه؟ كيميكال رياكشن، هيحصل تشينج في الايه؟ في الموليكولار فورمولا بتاعت الايه؟ بتاعت الماتيريال اللي موجوده عندي. عايز اميز ايه وافرق ما بين الفيزيكال تشينجز وما بين الايه؟ وما بين الكيميكال تشينجز. فبيقول لي if a reaction is reversed، ده من القوانين كمان بتاعت الدلتا اتش ديت، ان انت لو انت عكست اي تفاعل لابد ان انت ايه؟ ان انت تغير الساين بتاعت الايه؟ بتاعت الانرجي اللي موجوده. يعني بيقول لي if a reaction is reversed the sign of delta H is also reversed. كمان لو انت ضربت اي ايكويشن ديت، بما ان احنا قلنا انها الدلتا اتش تعتمد على الكوانتيتي، لو انت ضربت بقى الايكويشن ديت في اي كوفيشنت، ها اللي هي البالانسد ايكويشن، لابد ان انت تضرب الدلتا اتش في نفس الايه؟ في نفس الفاكتور اللي موجود عندك. ده بيستخدم في ايه؟ في حل المسائل. تيجي تبص كده مثلا بيقول لك مساله consider the complete combustion of ethanol. كويس؟ ادي بالمناسبه اي كلمه combustion معناها ان انت ايه؟ معناها ان انت بتحرق الوقود اللي موجود زي الايثانول دوت في وجود وفره من الاكسجين، في وجود ايه؟ وفره من الاكسجين. او لو هو بيسالك بقى على مساله ليميتنج رياكتنت، ممكن ان هو يحدد لك الكميه بتاعه الاكسجين، وممكن يبقى الاكسجين هو ليميتنج، لكن عاده لما بتيجي تعمل احتراق بتعمله في ايه؟ في يعني في اباندنت اير مثلا، او في يعني وجود وفره من الايه؟ من الاكسجين. ونورمالي البرودكتس بتاعت الكومباشن ديت بتبقى ايه؟ تبقى كربون دايكسيد وايه؟ وميه. طيب هو مدي لك مساله للايثانول ديت، وبيقول لك عايز احسب الدلتا اتش نوت بتاعت التفاعل ستاندرد change of enthalpy للرياكشن ده. بمعرفه ايه بقى؟ هو مدي لك نون ذات، مدي لك اول ايكويشن، هو ادي مدي لك الجرافايت بيتفاعل مع الهيدروجين في وجود الاكسجين عشان يديني ايه؟ يديني الايثانول، الدلتا اتش نون اف بتاعتها التفاعل دوت اتش 7. كويس؟ طبعا ميك شور فيرست ان انت ايه؟ ان انت تعمل بالانسنج لكل الايكويشنز زي قبل ما نتكلم، لازم لابد الايكويشنز دي تتاكد ان هي بالانسنج. اوكي؟ مدي لك تاني تفاعل تاني، ان الجرافايت ده في وجود الاكسجين بيديني سي او 2، ومدي لك تفاعل تالت ان الهيدروجين مع الاكسجين دوت بيديني الميه، ومديني الدلتا اتش نون بتاعت الفورميشن للميه دوت. كويس؟ يعني هو هنا مديني ايه؟ مديني الدلتا اتش نون فورميشن لكل الماتيريالز اللي ايه؟ اللي هي انفولفد، ادي بتاع الايثانول، وادي بتاع الـ CO2، وادي بتاع الايه؟ بتاع الميه. كويس؟ طبعا الاحظ هنا ايه؟ الايثانول بيتكون من الاليمنتس بتاعته في الستاندرد ستيت، والـ CO2 بيتكون من الاليمنتس بتاعته في الستاندرد ستيت، الووتر بيتكون من الاليمنتس بتاعته في الستاندرد ستيت. كويس؟ طيب ازاي ان انت توظف الايكويشنز ديت عشان احصل على الايكويشن دي؟ طبعا احنا واخدين قواعد، قلنا اول قاعده بتقول ايه؟ بتقول ان انت لو عكست اي ايكويشن من دولت لابد تعكس الاشاره بتاعت الدلتا اتش. القاعدة التانية بتقول انت لو ضربت اي ايكويشن ديت في اي الايكويشن دي في اي فاكتور، لابد ان انت تضرب الدلتا اتش ديت في نفس الايه؟ في نفس الفاكتور. طيب باجي ابص على الايكويشن الرئيسية اللي عندي هنا، ادي الايثانول C2H5OH، عايز ابص انهي ايكويشن في الثلاثة دولت اللي فيها C2H5OH ديت؟ هتلاقي ان هي اول ايكويشن، بس موجودة فين؟ في الرياكتنت ولا في البرودكت؟ موجودة في البرودكت، بس دوت هنا موجود في الرياكتنت. يبقى طبيعي ان انا محتاج ان انا اعكس الايكويشن ديت، وبما انك هتعكس الايكويشن ديت لابد ان انت تعكس الاشاره بتاعت الايه؟ بتاعت الدلتا اتش اف بتاعتها. كويس؟ طيب هاو ماني مولز هنا من الايثانول؟ واحد، وهنا واحد، ومش محتاج تضرب في فاكتور ولا اي حاجه. كويس؟
يبقى اول حاجه هتعملها ان انت تعكس الايكويشن ديت فقط، وتعكس الاشاره اللي موجوده من ماينس الى ايه، الى ماينس. تاني حاجه السي او 2 موجود فين؟ السي او 2 موجود هنا في الايكويشن ديت، كويس. موجود برودكت ولا رياكتنت؟ برودكت، وهنا برودكت، كويس. لكن هنا 2 وهنا 1، لابد الايكويشن ديت تتضرب في كام؟ في 2. كل الايكويشن ده في 2، والدلتا اتش نوت تتضرب هي كمان في ايه؟ في 2. بعد كده الميه موجوده فين؟ هنا في البرودكت، وهنا في البرودكت، كويس. لكن هنا 3، هنا محتاج تبقى 3، اضرب كل الايكويشن ديت في 3، والدلتا اتش نوت هي كمان بتضرب تتضرب في ايه؟ في 3. طب تعالى نعمل الكلام دوت كده، يلا اهو. اول حاجه بدا ان هو ايه، ادي الايكويشن بتاعت الايثانول، الايكويشن ديت عمل لها ايه؟ ريفرسنج، جاب الايثانول في الناحيه دي، وادي الجرافايت بقى الناحيه دي، والدلتا اتش نود عمل ايه في الاشاره؟ الاشاره غيرها من ناقص الى ايه؟ الى زائد. طيب بعد كده ادي الايكويشن الاولانيه تانية اهي، بعد كده ادي الايكويشن الثانيه. الجرافايت اللي هو استخدمه عندي دوت، ها هو حاطط ال 3 ايكويشنز تاني اهو. قال لي الايكويشن التانية دي هتتضرب في 2، والايكويشن التالتة ديت هتتضرب في ايه؟ في 3، كويس؟ بعد كده اجمع بقى الايكويشنز ديت على بعضها، هتديني الايكويشن اللي هي الايه؟ الرئيسية. طبعا انت لو جمعت الكلام دوت هتلاقي ان انت ادي عندك الايثانول ينزل زي ما هو. طب الاكسجين في عندك هنا ايه؟ في عندك هنا نص اكسجين، في البرودكت، وهنا هيبقى فيه 2 اكسجين، وهنا هيبقى فيه ايه؟ 3 على 2 اكسجين، كويس؟ لو انت جمعت كل الاكسجين اللي موجود في الرياكتنت وطرحت منه النص اللي موجود اللي عندي هنا، كويس؟ هيطلع ان انت في عندك ايه؟ 3 اكسجين مولكيولز، كويس؟ طيب بعد كده ادي السي او 2 مضروب في 2 فينزل 2 سي او 2، الميه مضروبه في 3 تنزل الايه؟ الميه اللي موجوده ايه؟ اللي موجوده عندي. طبعا الايكويشن ده مضروب في 3 يبقى 3 هيدروجين دوت هيروح مع 3 هيدروجين اللي هنا، ويبقى كده الايكويشن ايه؟ بالانس. بما انك عملت الكلام دوت اتعامل بقى مع الدلتا اتش، هي نفس الكلام، الاولانيه اتعكست ادي بقت ايه؟ 2 277.10، بعد كده اتضربت 2 في الايه؟ الماينس 390.5، واتضربت 3 في الايه؟ في الفاليو الاخرانيه ديت، واجمع الكلام ده كله فتطلع ايه؟ دلتا اتش ار بتاعت التفاعل بتساوي سالب 21357.7 كيلو. طيب مثال تاني، how much heat is required to decompose calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide. طبعا انت حضرتك مطالب ان انت تبقى عارف الرمز بتاع الكالسيوم كاربونيت، مطالب ان انت تبقى عارف الرمز بتاع الكالسيوم اوكسيد، الكربون دايوكسيد. انت خلاص دلوقتي المفروض يعني اتمرنت على الكلام دوت في الترم الاول، فالمفروض ان انت عندك انفورميشن دلوقتي عن الايه؟ عن كتابه الرموز وازاي تتكتب بشكل ايه؟ بشكل صحيح. هو مدي لك الدلتا اتش نود اوف فورميشن لكل المركبات اللي موجوده ديت زي ما هو موجود قدامك ايه؟ على التكست هنا، كويس؟ طيب انت محتاج ان انت تكتب الايكويشن، ادي الكالسيوم كربونيت بتتكسر تديني كالسيوم اوكسيد زي سي او 2، هو محتاج يعرف الدلتا اتش. طيب نعمل ايه بقى هنا؟ ادي الايكويشن اللي احنا بنطبقها، بتشوف الدلتا اتش فورميشن بتاعت البرودكتس، وتطرح منها الرياكتنتس اللي موجوده عندي، كويس؟ كل واحد بيبقى مضروب في الايه؟ في الكوفيشنت اللي موجود قدامه. طيب هيجي يعمل ايه؟ ادي الدلتا اتش بتاعت الرياكشن، انت عندك كالسيوم اوكسيد هي 1 مول اللي موجود منها، فين الكالسيوم اوكسيد؟ كالسيوم اوكسيد اهو سالب 635.5 تنزل. طيب بعد كده في ايه تاني؟ سي او 2، فين السي او 2؟ اهو سالب 393، في كام مول؟ 1، ينزل زي ما هو. بعد كده اطرح منها الفاليو بتاعت الايه؟ الدلتا اتش نود فورميشن للكالسيوم كربونيت. طبعا هي ليها اشاره سالبه هي كمان، الكالسيوم كربونيت هنا اشاره سالبه، لكن هيبقى في طرح هنا موجود، فاوفرول هيبقى الرياكشن دوت بالنسبه لي ايه؟ اندو سالب، يعني محتاج ايه؟ محتاج هيت. طيب هل هي دي الطريقه الوحيده؟ لا، في طرق ثانيه. ما هو مدي لك الدلتا اتش نود فورميشن بتاع الكالسيوم كربونيت اللي هي عباره عن ايه؟ متكونه من الاليمنتس بتاعتها في الستاندرد سيت، كالسيوم اللي هو الصلب، الكربون اللي هو الجرافايت سوليد برضه، والاكسجين اللي هو الجاز، فدوت الايه؟ وادي الدلتا اتش نود فورميشن. طب بالنسبه للكالسيوم اوكسيد نفس الكلام، من الكالسيوم ومن الايه؟ من الاكسجين. طب بالنسبه للسي او 2 من الكربون ومن الايه؟ من الاو 2. طيب هل نقدر نجمع الايكويشنز دي مع بعضيها؟ نقدر نجمع الايكويشنز ديت ايه مع بعضيها، بس انت
محتاج ان الايكويشن ديت الاول انها ايه، او الكالسيوم كربونيت انها تتعكس. ليه؟ لان هي في الرياكشن اللي هو طالبه مني هي اللي بيحصلها ديكومبوزيشن، فلابد انها تبقى في الرياكتنت. بما انك هتعكسها لابد الاشاره ديت تبقى ايه، تبقى تتعكس هي كمان، تبقى بوزيتيف. يبقى ده الرياكشن اللي هو عايزه. كويس. طيب هنيجي ازاي نتعامل مع الكلام دوت. يبقى قلنا الكالسيوم كربونيت دي هتتعكس، الايكويشن الاولانيه اتعكست هي قدامي، والايكويشنز الثانيه تنزل ايه، ادي الكالسيوم اوكسايد فورميشن والسي او 2 فورميشن. طيب هتلاحظ ان الكالسيوم موجود هنا وموجود هنا، يروح مع بعض، ده برودكت وده ايه، وده رياكتنت. بعد كده الكربون هنا وهنا، ده موجود في البرودكت وده في الرياكتنت. بعد كده ادي الاكسجين دولت كلهم مع بعض، يروحوا ايه مع بعض. اللي اتبقى عندي ايه، ادي الكالسيوم كربونيت وكالسيوم اوكسيد وسي او 2. بما انك عملت الكلام دوت، اجمع 3 دلتا اتشز دولت مع بعض. يبقى انت حاجه من اتنين، اما ان انت تطبق الايكويشن اللي فاتت ديت، اللي بتبقى بتاخد السمشن بتاع البرودكتس دلتا اتش نود فورميشن بتاعت البرودكتس، وتطرح منها، تطرح، شايف كلمه تطرح ديت، تطرح منها دلتا اتش نود فورميشن بتاعت الرياكتنتس، كل واحد طبعا مضروب في الكوفيشنت بتاعه، او ان انت تحطهم كلهم في الصوره بتاعت الايه، بتاعت الفورميشن ديت الستاندرد هيت اوف فورميشن من الاليمنتس بتاعتهم. وبعد كده تتعامل بقى تشوف مين اللي هيتعكس ومين اللي ايه هيفضل زي ما هو. ولو انت عدلت كده الدلتا اتش اوف فورميشن بتاعتهم كلهم وجمعت الايكويشنز بحيث ان هي تديني الفاينل ايكويشن اللي هو عاوزها، تقدر تجمع كمان الدلتا اتش نود اوف فورميشن، تجمع بقى، شفت، مش تطرح، تجمع الثلاثه دول على بعض، فتطلع ايه نفس الفاليو اللي كانت ايه، اللي كانت موجوده هناك. طيب يقول لي اكسرسايز تاني، calculate the enthalpy change of formation of methane from solid carbon and hydrogen gas using the equation. كربون واكسجين بيديني ايه؟ بيديني سي، اللي هو بيدي لك بعض الايكويشنز، لكن هو عايز يحسب the enthalpy change of formation of methane from solid carbon and hydrogen. يبقى عايز يكون الايه؟ الميثان. طبعا هو لازم يدي لك ايكويشن هنا ايه؟ للميثان بالشكل اللي قدامي دوت. طيب هتتعامل ازاي انت كده؟ لازم تكتب الايكويشن بتاعتك اللي هو شارحها لك هنا في الاكسرسايز. هنا هو عايز يكون الميثان. طيب الميثان ده هيكون ازاي؟ ادي الميثان، كويس، من عايزه يكون من الكربون ومن الهيدروجين. طبعا الايكويشن لابد انها تبقى بالانسد نمبر 1. لو انت نسيت موضوع البالانسنج دوت، يبقى كل اللي انت هتعمله بعد كده ايه، هيكون ايه، هيكون مش صحيح. كويس. طيب ادي الايكويشن، بعد كده هيبدا يوضب الايكويشنز اللي هو مديها لي ديت بحيث ان هي تطلع في نفس الفورم لو جمعها مع بعضيها عشان تديني الميثان فورميشن. ادي حط الكربون، و لان هو هيتعامل مع الكربون في الرياكتنتس، الميثان هيتكون من الكربون زائد الهيدروجين، فعايز يبقى في الرياكتنتس هنا في الايكويشنز الكربون، وعايز يبقى كمان عنده الايه؟ الهيدروجين. فوضب هو الايكويشنز بالشكل اللي موجود قدامي دوت كده. كويس. ادي الكربون وادي الهيدروجين، كويس، وادي الايكويشن الثالثه الميثان لابد انها تبقى ايه؟ في البرودكت عندي. كويس. فبالتالي هو لو احتاج ان هو يعكس اي اشاره عكسها عشان يتعامل ان الكربون يكون في رياكتنت، هيدروجين في رياكتنت، الميثان يكون في الايه؟ في البرودكت اللي عندي. وبعد كده بقى ايه المتشابهات في الرياكتنتس والبرودكتس بتطير مع بعضها، وبعد كده يجمع الايكويشن مباشره، يطلع له الايه؟ الفاينل ايكويشن، هو دي اللي هو عاوزها. يقدر يتعامل بقى مع الدلتا اتش نود اوف رياكشن، ويجمع كل الفاليوز ديت على ايه؟ على بعضها، ويديله الفاليو الاخرانيه دي. كويس؟ يبقى الرياكشن دوت اكس ايه؟ اكس 7. طبعا ما فيش اشاره يعني ما فيش تيرم تاني جديد ولا حاجه. يعني ده خطا مطبعي بس. طيب السيجنفكنس اوف نوين دلتا اتش نود اوف اكشن، ايه الاهميه ان انت تعرف الفاليو بتاعت الدلتا اتش نود اوف اكشن ديت؟ الحقيقه عشان تعرف يعني الدايركشن اوف هيت ترانسفير. احنا قلنا دلتا اتش ديت لو هي بوزيتيف يبقى انت الرياكشن ده بالنسبه لك اندوثيرميك، يعني محتاج ان انت ايه؟ ان انت تسخن عشان يعني تبقى فيفورينج الايه؟ البرودكت فورميشن. لو انت عايز تكون برودكت ورياكشن اندوثيرميك محتاج تسخن، كويس؟ لو ما سخنتش التفاعل دوت ايه؟ مش هيمشي. لو هو اكسوثيرميك تعمل حسابك ان هيطلع طاقه، فتبقى انت يعني واخد احتياطك، لان ممكن يبقى فيه هيت ايفوليوشن عالي جدا انت مش واخد بالك منه مثلا، او مش عامل حسابك، فيحصل دامج لحاجه او يحصل مشكله عندك. فبيقول لي at room temperature most exothermic reactions are product ايه؟ are product favored. يعني لو الرياكشن دوت
اكسوثيرميك، فهيبقى برودكت ايه؟ برودكت فيفر، لان انت ما عندكش درجه حراره كافيه في الروم تمبريتشر ديت عشان ايه تمشي الاندوثيرميك رياكشنز. فبالتالي لو هو ات روم تمبريتشر الاكسوثيرميك رياكشنز ديت هتبقى ايه؟ برودكت فيفر، لان بتطلع حراره وبتطلع معاها البرودكت هو كده، فبيبقى برودكت ايه؟ فيفر. الهيت اوف كومباشن اوف فيولز ممكن انها تتحسب هي كمان بحسابات الايه؟ الدلتا اتش نوب اوف فراكشن. طبعا عشان تاخد احتياطاتك لو انت في اكسثيرميك رياكشن مثلا ممكن يحصل اوفر هيتنج، يحصل دامج مثلا ناتج عن رياكشن معين وهكذا. دوت كان يعني اخر حاجه عايزين نتكلم عليها في الثيرمو كيمستري، وباذن الله تعالى يعني في نيكست يير ان شاء الله هتدرس كورس كامل كيم 211 في الثيرمو كيمستري او الثيرمو دينامكس، سواء كنت في الكيمياء او سواء كنت في الفيزيكس ديبارتمنت. هتاخد بقى تفاصيل يعني موضوعات كتيره جدا، اتعرف على نيو فانكشنز الجابس فري انرجي، هتتعرف على الديتيلز بتاعت الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس والابلكيشنز بتاعتهم، هتتعرف على السكند لو اوف ثيرموداينامكس، الزيرو لو اوف ثيرموداينامكس، والثيرد لو اوف ثيرموداينامكس. كل دوت يعني كورس فيري يعني يوسفول، و اي ويش ان احنا يعني نجتهد ان شاء الله وندرس الكورس دوت كمان بالتفاصيل بتاعته زي ما احنا درسنا 102 مع بعض ان شاء الله. ده كده يعني نهايه الجزء بتاع السمو كيمستري، والى ان نلتقي يعني نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.